السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، ورجعنا لكم في فيديو جديد من قناتكم قناة منوعة عبد. فيديو النهاردة موضوع النهاردة إن شاء الله نتكلم فيه عن إزاي نعمل تصميم احترافي بطريقة سهلة وبسيطة على تطبيق الفيفا كات. كل اللي عليك إنك تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ في الشرح. قبل أي شيء يا جماعة حابب أقول لكم اللايك والاشتراك بيشجعنا ان احنا نكمل. اول حاجة هندخل على كلمة تحرير تحت، وهنضغط على كلمة انشئ المحتوى، وبعد كده هنختار الصور. تمام، وهنختار صور، ولو ليكن احنا هنتكلم عن موضوع رمضان فهنختار صور رمضان. وخلوا بالكم من الصور اللي عليها علامة مائية علشان الفيديو بتاعك ما يترفضش ويتقبل من اول مرة، وان شاء الله هيطلع ترند بكل سهولة. تمام يا جماعة، بعد ما نختار الصور هنختار الموسيقى، نضغط استخراج الموسيقى من الصور من الفيديو. تمام، ونختار الموسيقى بتاعتنا، ونضغط على كلمة اضافة اللي باللون الازرق ده. تمام، بعد كده يا جماعة هي الصورة مثلا عليها علامة مائية زي الصورة دي، هنحذفها وهنعلم على الصور، ونضغط على كلمة أضيف كتراكم، نختار كلمة تجميد وكلمة أضيف كتراكم. هنعمل العملية دي على الصور كلها. تمام، لحد ما نخلص الصور، وبعد كده هنعزف الصور اللي من تحت، وهنخلي الصور اللي هي عملناها كطبقات دي. تمام، بعد كده هنظبط الموسيقى، هنضغط على الموسيقى كده ونضغط على كلمة علامة اللي تحت وكل كلمة بتاع الطبلي. تمام، هنضغط على العلامة. تمام، يعني كل في دقة بتاع الطبلي هنضغط على العلامة اللي تحت. تمام، هنا مثلا في دقة الطبلي، هنا في دقة الطبلي، هنحدد عليها بالوحدة. تمام، هنختار المقطع الموسيقي من اوله لحد اخره، ونضغط على العلامات دي. تمام يا جماعه، يعني في هنا برضو دقه، نضغط على العلامه، وهنا في حوالي 3 أو 4، فاحنا هنختارهم كلهم. تمام، في دقه في النص، بعد ما نخلص العلامات يا جماعة، وفي حاجة مهمة نسيت أقولها لكم، لو الصور مثلا مكملتش معاك هتضغط على علامة الزائد اللي تحت دي، وهتختار صور تانية تكمل بيها، مفيش أي مشكلة، بس أهم حاجة موضوع العلامات ده. تمام، هنظبط العلامة على كل دقة موسيقى. تمام، على كل دقة طبلة هنحط صورة. تمام يا جماعة، هنظبط الصور كده، انا موقف بس الموسيقى علشان حقوق الطبع والنشر. هنظبط الصور على علامات الموسيقى اللي تحت، نكبر الصورة مثلا، نختار مقاسات الفيديو ونختار علامة التيك توك دي. تمام، بعد ما نظبط على الصور كلها كده هنكبرها، وهنظبط الصور على علامات الموسيقى اللي تحت. تمام يا جماعة، ياريت تقدرونا بلايك واشتراك، علشان اللايك والاشتراك بيشجعنا. هنظبط الصور كلها زي ما احنا شايفين على علامات الموسيقى. اول حاجة هنجيب الصور كلها. تمام،
انا بحاول اختصر قدر الامكان علشان الفيديو ما يطولش عليكم. تمام يا جماعة، هنكبر الصورة ونحاول نظبط الصورة على علامة الموسيقى اللي احنا عملناها تحت. تمام، يعني مثلا الصورة دي صغيرة اللي هي اول وحدة، فاحنا هنكبرها. الصورة اللي بعدها كده هنجيبها عليها، وبعد كده هنجيب الصور بالوحدة لحد علامة الموسيقى. تمام، بعد كده هنكبر الصورة اللي بعدها. اختصار لوقت الفيديو يا جماعة، هوقف الفيديو اظبط الصور وارجع لكم مرة تانية. بعد كده ما ظبطت الصور، تمام، هنضيف الاكواد مع بعض. يعني مثلا اول صورة دي احنا مش هنضيف لها كود، هنضغط على الصورة وبعد كده هنضغط على احياء وهنختار سوينج واحد. تمام، بعد كده الصور التانية هنضغط عليها وهنضغط على الرسوم المتحركة وهنضغط على كلمة استيراد، وبعد كده هنضغط على كلمة زوم اندرجت. تمام، الكود ده هسيبه لكم في الوصف اسفل الفيديو. تمام، هتضغط على الرابط وهتحمل الكود وهتعمل الكود على كل الصور اللي هي الصغيرة دي. تمام، هتعمله على كل الصور الصغيرة دي. بعد كده هنروح على الصور الكبيرة هنا وهنضغط على اي صورة، وبعد كده هنضغط على كلمة احياء، وهنا هتلاقيها يعني الطبيعي على العلامة دي. فانت هتروح على ناحية اليمين كده وهتختار اخر خيار ده. تمام، وبعد كده هتختار على URL. تمام، وبعد كده هتضغط على الصور اللي بعديهم، هتضغط على كلمة احياء وهتختار URL UBs. تمام، اللي هي تالت واحدة دي هتعملها على الصور دول، الصور دول كلهم، وهتيجي عند اخر اربع صور برضو هتختار اللي هي الكود. تمام، هتختار الكود وهتظبطه على الاربع صور دول، ثلاث صور الصغيرين دول عفوا، واخر صورتين دولي. هنضغط على كلمة احياء، مثلا هنعمله سوينج وان او التقليبات اللي هي في الاخر، مفيش اي مشكلة. وبعد كده هنضغط على كلمة تصدير، وهنضغط على كلمة تصدير كقالب. هنعلم على الصور اللي تحت كلها. لا عفوا، نسيت اقول لكم حاجة، بالنسبة للصور اللي هي المساحة فيها كبيرة كده، هنضغط على اداة الفيكس اللي تحت ده وهنختار تأثير يكون حلو، يعني مثلا زي التأثير ده. تمام، وهنضغط عليه ضغطة مطولة كده ونظبطه على الصورة كده. بعد كده يا جماعة هنضغط على كلمة تصدير وهنكتب هنختار كلمة تصدير قالب. هنعلم على الصور دي كلها، بعد كده نضغط على كلمة التالي عفوا، هنا جايب لك زي تصدير الفيلم. بعد ما تخلص التحميل ده هتظهر لك كلمة ناشط القالب باللون الأزرق. بعد ما تخلص تحميل كده
معلش يا جماعة أنا بحاول أتصل لكم على قد ما أقدر. هنضغط على كلمة ماسك القالب، وهنا ممكن تغير اللي هي أول 3 ثواني من القالب. مثلا توديها كده توديها كده، ممكن تخلي القالب يبدأ بالطريقة ده، ودي برضه حاجة كويسة. هنا بيقول لك أدخل اسم القالب، هنختار قالب رمضان كريم، وهنا عرف القالب، قالب مثلا رمضان مصري مرحب شهر الصوم مرحب تمام. وبعد كده نضغط على كلمة تحميل اللي فوق ده، هنا هيقول لك هل تريد نشر او لا، نضغط على كلمة كونفيرم وهيتحمل معاك مباشرة تمام. وفي خلال 24 ساعة بيكون القالب بتاعك اتقبل وبيظهر على التطبيق. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرحنا. ياريت لو عجبك الفيديو واستفدت، ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.